بلال الحسين مدير معهد المنظمه العربيه لولايات مكوفين بن جليه. اليوم حوالي 7:15 وقعت حادث سير لواحد جوج ديال الاطفال، راح ضحيتها طفل 7 سنوات والفتاة 14 سنة. شوف السيارات محطوطة وحدة هي اللي كتصلح التلامذ، عطاتها المبادرة الوطنية ياك، وسيارة وحدة ما كافياش باش تمشي في الدار البيضاء كاملة. والجمعية ديال الآباء اللي كانت قلنا لهم هانتوما شوفوا كيفاش غديروا ديك الدورة، ما من تماك انتظرت ديك الجمعية ما كانش ما دارش، وجات وحدة أخرى تاهي دفعوا الوثائق وما اسمه هذا، أنا نقدر نسميه تقصير من الآباء، لأن هذوك وليداتهم هما اللي كيتحملوا المسؤولية ديالهم. إذا النقل إلا بغاوه خاصو يشوفوا مع الولاية مع الناس اللي عندهم مسؤولية، إما هذه جمعية هي مكلفة بالتعليم مساعدة في وزارة التربية الوطنية وزارة الداخلية، وإن الناحية ديال النقل خاصو يشوفوها مع جهات أخرى. وشنو في نظركم شنو هي الحلول اللي غادي تكون بعد هذه الحادثة؟ بعد ديما كيرجع للمسؤولية كترجع للمسؤولين. لا بغينا نشوف الولاية خاصها تكون واحد أربعة باش النقل ينجح، خاصو أربعة السيارات على الأقل، أربعة السيارات ويكون داك الشيء منظم، هذا هو اللي كاين. اي اما هذيك السياره وحده راه غير كافيه. شكون هاد السياره شكون اللي غادي يجيبهم؟ شكون اللي غادي كيما عطاتها المبادره الوطنيه، كيما عطاتها المبادره الوطنيه تعطيها ثاني سيارات اخرى.